مرحبا. الورق العنب من الأكلات المفضلة عند الشعوب العربية. استعمالاته كتيرة ومختلفة. في منهم بيفضلوا ياكلوه ني مع التبولة بدل الخس أو الملفوف، وفي منهم بيأكلوا محشي باللحمة أو الخضرة مع الرز. سوا رح نكتشف طريقة عمل محشي ورق العنب مع ريش الغنم، وهيدي الوصفة بتكفي لخمس أشخاص. أول شي لنحضر الحشوة تاع الورق العنب، بدنا نحط بوعاء كبيتين من رز المصري المصفى والمغسل، مع 750 جرام من اللحم المفرومة، بصلة مفرومة، 3 فصوص ثوم مهروسين، 4 معالق كبار من معجون الطماطم، 3 حبات من الطماطم المقطعين لمكعبات، ملح وفلفل أسود بحسب الرغبة. نخلط المكونات منيح مع بعضها. نرجع منضيف نص كوب من المي. نخلط كمان منيح لحتى يتجانسوا مع بعض. بطنجرة ضغط كليبسو بريسيجن من تيفال بدنا نصف 500 جرام من الطماطم المقطعة لشرائح. وفوقهم كيلو من ريش الغنم. وهلأ بدنا نجيب كيلو جرام من ورق العنب. إذا كان طازة بدنا نغليه، وإذا كان معلب بدنا نغسله. منحط بداخل الورقة مقدار معلقة كبيرة من الحشوة. ومنسكر على الجنبين. ومنلف لحتى يصير عنا لفافة. ومنصفهم داخل الطنجرة فوق الريش. وهلا منغمر المكونات بالماء. نضغط الطنجرة أو منحطها على النار لحتى يبلش يتصاعد البخار، وبوقتها منعيرها لمدة 26 دقيقة. بعد ما يكون خلص الوقت منقلب الورق العنب على طبق التقديم ومنقدمه مع لبن الزبادي. ما تنسي تتركي أطباقك تبرد على حرارة الغرفة لمدة ساعتين على الأكثر قبل ما تحطيهم بالتلاجة كرمال ما يفستوا. وهيك طبقنا صار جاهز. إذا حبيتي هيدي الوصفة تابعيني بفيديوهات الباقية لوصفات ولا ألذ. وبتمنى لك إفطار شهي.